بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نطالب بالإفراج عن جميع المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين، بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين، نطالب بالإفراج عن المساجين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أتكلم عن جميع المعتقلين والتعذيب واللي صار فيهم، يعني ما قصر فيهم، يعني قاسوا أمر الأمرين، من شيخ الزهيري، من شيخ ميرزا، من شيخ عبد الجليل، من جميع المعتقلين. أنا سمعت يعني عن أشياء واجد، اللي شلخوا راسه، واللي كسروا خشمه، واللي كسروا إيده، وهي اللي اسمه شيخ زهير، سمعت عنه أشياء واجد. ويا واحد اسمه شيخ ما ادري وش اسمه، جاسم ما ادري وش، ينقلونهم تنكيل لين بيروحون الحمام، يقولون لهم ربع دقيقه، اذا زادت عن ربع الدقيقه بتشوفون يا ويلكم وين. ومساكن يعني ما يمديهم حتى يدشون، ينقلونهم تنكيل من الماي الحار، من الضر، من البلاوي اللي تنزل عليهم. وجميع المساكين السجناء الى الحين يعانون، الى الحين يعانون، لكن احنا نطلب بالافراج ان شاء الله عنهم، نطلب من الله ان شاء الله، ويصير ان شاء الله الحل ان شاء الله، تطلع البلد من ازمتها. ما يفيد فيها هذه البلد الا بالحوار، والحوار مع المعارضه ومعنا الكبار المساجين العلماء، هم اللي يعني يحطون الحوار ويعطونهم مطالبهم، تطلع البلد من ازمتها، حتى الناس كلها تستريح من هذا البلد. يعني وهذا بلاء ولازم نصبر عليه، هذا مقدر علينا من عند الله، بس احنا يعني ندعي لهم، والكل يدعي لهم، واحنا نطالب بالافراج عنهم في كل مكان. ويعني الناس ما هي ساكته، والله يفرج ان شاء الله، والله يفرج لهم ان شاء الله كلهم، وشافي المرضى وشافي، يفرج عن السجناء. واحنا نطالب بالافراج عن المساجين، نطالب بالافراج عن المساجين، نطالب بالافراج عن المساجين، نطالب بالافراج عن المساجين، نطالب بالافراج عن المساجين. هم ان شاء الله طالعين، طالعين برضاهم او مو رضاهم، طالعين طالعين، وجاي الفرج ان شاء الله، جاي الفرج وطالعين طالعين. وشكرا ان شاء الله. معكم معكم يا علماء، 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 معكم معكم يا علماء. والله يفرج لهم ان شاء الله، فرج العاجل القريب ان شاء الله.